وده شكل صينية البطاطس بالصدق. انا حطيت زي ما قلنا في الاول، حطيت البطاطس قطعتها شرايح وحطيت عليها بصلتين مقطعين وحطيت عليها طماطميتين وحطيتهم قلبتهم مع بعض كويس بملح وفلفل اسود وملح وفلفل اسود، وحطيتهم وقلبتهم كويس جدا ورصيتهم في الصينيه، وحطيت عليهم معلقتين سمنه ونزلت عليهم بالصدق، وكنت مسبكه طيب مسبكه حوالي كيلو طماطم، ممكن كيلو الا ربع لان انا عامله 5 بطاطسات بس على ربع صدق، وحطيتهم على النار يا دوبك هياخدوا غلوتين، واروح مدخلاهم الفرن وبألف هنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك.